نستهل جولتنا في قراءة أبرز عناوين الصحف الآسيوية الصادرة اليوم من الصين، حيث ذكرت جلوبال تايمز أن القوات المسلحة الصينية والكمبودية سيجريان التدريب المشترك التنين الذهبي 2023 في كمبوديا من أواخر مارس إلى بداية أبريل. وبحسب الصحيفة فقد غادر أكثر من 200 جندي من الجيش والبحرية والقوة المشتركة لقيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني بمقاطعة غواندونغ جنوب الصين ألمتني سفينة إنزال للمشاركة في هذا التدريب. وفي كوريا الجنوبية توقفت صحيفة كوريا تايمز عند جهود سيول وطوكيو لتحسين العلاقات الثنائية، لا سيما مع عقد قمة بين رئيس كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء الياباني. وأفادت الصحيفة أن تحسين العلاقات الثنائية للاستجابة بفعاليات أكثر للمشاكل الأمنية والاقتصادية يخدم مصالح كوريا الجنوبية واليابان، معتبرة أن هذه الجهود ستمكن من تحقيق وضعية رابح رابح. وفي اليابان أفادت صحيفة جابان تايمز أنه في إطار انفراج يشير إلى تحسن العلاقات بعد سنوات من الخلاف، اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي سوكيول أمس الخميس في طوكيو على استئناف ما يسمى بالدبلوماسية المكوكية، والتي تميزت بزيارات منتظمة بين البلدين إلى غاية 2011. وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة يون لليابان هي الأولى التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي لحضور قمة ثنائية منذ أن زار لي ميون باك مدينة كيوتو قبل حوالي 12 سنة. وفي الهند كتبت صحيفة هندوستان تايمز أن القلق الدراسي والمشاكل العائلية والشخصية والصحة العقلية تعد من بين الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع حالة الانتحار في أوساط الطلبة في المؤسسات الرئيسية للتعليم العالي بالهند. وذكرت الصحيفة نقلا عن وزير التعليم الهندي سوبها ساركار أن المؤسسات التعليمية قد اتخذت سلسلة من الإجراءات لمعالجة هذه الآفة، لا سيما التثقيف بالنظير وإعطاء دروس في اللغات الأجنبية الإقليمية.